Tsaudiasba, Centre correctionnel Lilino, Chicago. رحت القواولي تارسينغري عاطيه مزيان في لا سيلول ديالنا. الكويستور الرسمي ديال المافيا جيجي جبناه من بيتسبيرغ خصيصا باش تكلف الكوزينه ديال الكابوات. كانت السيمانه الاولى ديال الحبس واول مره مدير مصلحه سجنيه جات لا سيلول ديالنا هاز في دي بوكي ديال الورق. كتالوا عليه الضيوف هذيك السيمانه وضيوف سبيسيال ما عرفش فين يعطي الراس. لويجي بيريتا، بنجي تيستا، فرانكي غاليانو، ديميتري بيرسترويكا وجوج بوانتيراس كبار ديال كارتيل دي ميديلين وكالي غوستافو بابلو، وبيان سور كان معنا يوري كوان كانت اول شده ديالو. كل ايكيب كانت داخله مع على الاقل 20 قتال تيتسناو الاوامر. اي مدير مصلحه يدخلوا عنده ضيوف حلادو مشدودين كلهم في نفس لافير خاصو يلبي داو يلعبها ديفونسيف. ترميشه وحده ما تعجبش واحد فيهم يرجع لدارو بليل لقى راسو عازي بويتين وميم طون لا مرا لا ولاد لا والدين. نهار الاول ديالنا جمعنا كاملين وتعامل معنا بحال دي زون دونور ماشي حباسه. كان فاهم خدمته مزيان وعارف لي بروسيدور. قالنا نتوما في الضيافه ديالي هاد 6 شهور اللي جايه غندير كل اللي في المستطاع باش تدوز بلا مشاكل. بدلنا البرنامج ديال الحبس ولي سيلي ديالكم غيقوم محلولين ودخلنا الكويزيني خاص بكم واحد سميتو جيجي واخا ما عنده حتى شي مده زمنيه يدوزها في هاد الحبس. درنا لي بارير في الساحه بينكم بين المساجين الاخرين باش بقاو بعضياتكم ولا احتاجتو شي حاجه حطينا لكم احسن موظفين ديال هاد المؤسسه. قالنا واش عندكم شي سؤال وبقات يشوف واحد الطابله كانت عامره بوطا ديال السيجار كويبا والقراعي ديال البورمو ميدين كنتيكي. لويجي كان ضرب واحد البينوار ديال الكشمير في الجيب ديالو خرج واحد المشوار ديال الحرير تيبان كلاس ويقدر يتحرك من هذيك الشومره لشي سواريه وخا لابسه بينوار. قال لهذاك المدير شكرا على الاهتمام ديالك وقول لهذوك الجيران ما يطلقوش الموسيقى بكري نعاس يخفيف في الصباح. قبل ما نكملوا القصه ديال الحبس كاين واحد السؤال تيتطرح، كيفاش لقينا راسنا هنا مجموعين كاملين؟ باش نجاوب لكم على هذا السؤال خاصني نرجع لكم 3 سيمانات اللور. كلشي بدا فواحد الباطو سميتو سانتا كلارا اوريجيستري في لاهافال كوبا. بيريستروكا ولا تيطلب كميات كثر من داكشي نتا اللي فرولي كل شهر. دوينا مع لي فورنيسور ديالنا في كاليو ميديلين بابلو وغوستافو وتفاهمنا مع الكارتيل باش نشرو الكميه كامله اللي تنتجوها بالثمن اللي بغاو هما ونوليو الكليان الوحيد ديالهم. بان لهم البلان مربح وما فيهش الريسك بزاف فعاوتنا ليفري بزاف ديال الكليان ويكسروا عليهم المشاكل يصيفطوا المنتوج لادريسه وحده وكل شهر. وتا بالنسبه للخلاص خدامين مع كوزان وصرا يتشد كابو تيجلس بلاصتو كابو جديد والبيزنس عمرو ما تيوقف على عكس الا باعوا الكليان عادي الا تيتشد تضيعوا فلوسهم وتيوليو خاصهم يقتلوا عائلته كامله. هذاك الباطو سانتا كلارا كان مأماري في الاطلنطيك بعيد على نيويورك واحد 100,000 نوتيك تقريبا 185 كيلومتر. كنا دايرين حفله تماك على الاتفاق اللي درنا مع الكارتي ديال المديرين. لويجي عرض على الناس كاملين اللي داخلين في البيزنس ديال لا وايت نايت وعرض على يوري كوين تا هو واخا ما عنده حتى شي علاقه مع هادشي ولكن تيبقى راجل ديالنا العينين ديال المافيا. قبل ما تومباركاو في هذاك الباطو لويجي طلب من الناس كاملين اللي كانوا حاضرين باش ما يجيبوش معاهم تليفونات ساتليت. لو سول مويان دو كومونيكاسيون كان هو الراديو ديال الباطو وفي لاكال ديال لا سانتا كلارا كانت 100 طون ديال لا وايت نايت. من بعد الحفله كل واحد كان رجع لنيويورك باليوت ديالو وبيريستروكا كان يتحرك بسانتا كلارا لاوروبا ديريكسيون بور ديال انتويربن باش يديشارجي السلعه تماك. مع جوي 3 ديال العشيه كلشي كان مشغول وناشط. الكابيتان ديال الباطو جا عندي قال لي كاينه شي حاجه ماشي هادي. كل جوج دقائق تيجيني ميساج فيه هاد الكود 3846 تنجاوب عليه وتيجيني ميساج اخر فيه كود ايروني وتصيفطوا لي عاوتاني نفس الكود 3846 تلرجع للبوست ديالك وشعلت واحد السيجار كويبه وبقيت نفكر. الوحيد اللي تخدم بهذه الطريقه هو يوري كوين. شرحت لي المشكل ومشينا بجوج عند الكابيتان. ايفيكتيفمون هذاك الكود كان موجه ليوري كوين حيت ما كانش هاز معاه التليفون ديالو. دخل بالزربه واحد لاسيري ديال لي كود وجاوبوه في البلاصه
فوكس بيتا ألفا 20,000 نوتيك. أنا ويوري فهمنا البراند بالزربة. فوكس بيتا ألفا الحروف ديالها الأولى تتعني FBI، بعد ب20,000 نوتيك، يعني بعد عنا بتقريبا 37 كيلومتر. الكابيتان اللي سمع هاد الهضرة حبس لي باف ديال الموسيقى وقال لهم في الميكرو FBI يكون عندنا من هنا نص ساعة ولا 45 دقيقة. الساعة اللي كانت عندنا في لاكار كانت تقدر تصيفط كل واحد فينا ب100 عام ديال الحبس، وكلشي ولا تجارة في ليبو. وقررنا نلوحو السلعة على البحر، 100 طن تقريبا 2 مليار ديال الدولار، مشات في الأطلنطيك. الواجي قال لهم شعلوا الموسيقى، هاد النهار خسرنا فيه بزاف ديال الفلوس أو موان نكملو الخسارة ديالنا. قال هادوك الجوج ديال الكارتيل الخسارة عليا، فلوسكم غيوصلوكم في الوقت. بقيت نشوف لي جمال، الماء ديال الأطلنطيك زرق وصافي، ومن البعيد بدات تبان ليا واحد الكحولية، بزاف ديال لي باطو ديال البوليس والإف بي آي. بعدنا بشي 5 كيلومتر على البلاصة اللي حنا فيها السلعة، وكملنا القصارة ديالنا. تداروا بين البوليس، طلعوا شي 40 أجون ديال لا ديورا والكرادي فيهم، خذ الوراقي ديال بلون نافيغاسيون من عند الكابيتان، وجا عندنا أنا ولويجي وبيريستروكا. قالنا واش نتوما اللي مسؤولين على الباطو؟ جاوبوا بيريستروكا، قال لي دير خدمتك قلب الباطو وعندك الطيح، ما بغيناكش تموت عندنا على قبل 4000 دولار في الشهر. ما سوقش لي هذاك لاجون، دار عند لويجي وقال لي باطو كبير في حال هذا فيه كونتينر واحد، اش مسلعة خدامين فيها؟ لويجي قال لي هذاك الكونتينر النص ديالو عامر سيجار كويبا، والنص الاخر بوربون ديال كنتيكي، وهذيك السلعه ماشي للبيع، استهلاك شخصي في المصبانات ديالنا. هذاك لاجون ديال لا ديوا ما بقى فاهم والو، تيبان ليه طلاين ورواسة وكولومبيين خالقين في باطو في وسط البحر، ما يكونوش يبيعوا ويشروا في القمح. دار عند لي زيكيب ديالو قال لهم بغيت هاد الباطو يتفلى بساسو على راسو. بقينا جالسين ساعتين وما لقاو السلوفان واحد ديال لا وايت نايت فداك الباطو، وفي الوقيته ملي كانوا نازلين باش نمشيو في حالاتهم، واحد الكيلو غيعوم فوق الماء ويتم جاي قاص الباطو ديالو. ملي لحنا السلعه ديالنا في البحر كانت في واحد الشبكه كلها تقالات وهبطات في الفون ديال الاطلنطيك، خاصك سومران باش تبدا، وما عرفناش كيفاش هذاك الكيلو خرج من هذيك الشبكه، وطلعت يعوم شويه في الديريكسيون ديالو باش يشاد فينا. تلاح عليه واحد لاجون وطلعوا للباطو الشاف ديالو، جبد واحد الموس وبانت ليه واحد الضحكه في وجهه. طبعا هذاك الكيلو فحال شي دلاحه وضاق السلعه وبقى تيشوف هذاك الكولومبي، قالنا السلعه بير 98% وبين ما تكونش ديالكم مقصر بها عر، وكان في هاد الاطلنطيك. قلت ليه دير الرابور ديالك وكتب فيه هذاك الشيء اللي شفتي الكميه وسيرتو في القتال. سالت الحفله ديالنا هذيك الساعه ورجعنا كلنا لنيويورك، تروندينا مجموعين بهذاك الكيلو. لافير ديالنا ما وصلتش للتريبينال، كلشي داز اون ويكلو بين المحامين ديالنا والسيرفيس ديال ديوا، والجيش سمع لكلشي واجل لافير من بعد سيمانه. ما كانوش ادله ضدنا في هذاك الباطو، ولكن كان كيلو ديال البيضه عوام تعرف شي. كنا حرين طالقين على ما يخرج الجيجمون ديالنا، وكنا نتحكموا في شيكاغو وكان خاصنا نبقاو فيها وتا شي واحد ما يخوها. هذيك السيمانه المصبانه ولات تتكلم ثلاثه ديال اللغات، الطالينيه والسبلونيه والروسيه، واخا هاد الاختلاف في الثقافات كلشي كان فاهم، حتى يجمعوا معامل مشترك واحد هو البيزنس والاجرام. نهار قبل من المحاكمه جا عندنا المصبانه واحد الضيف ما توقعناش الزياره ديالو، وجا عندنا برجليه حتى البيرو ديال لويجي. كان لو جوج اندرسون ولا يحكم في لافير ديالنا، قالنا شيكاغو كامله عارفاكم شكون نتوما وشكون هادوك الناس اللي معاكم، بالضبط الصباح نحكم باش دوزو كلكم 6 شهور ديال الحبس وخاصكم دوزوها، ولا عطيت البراءه واخا ما كاينش ادله قاطعه ضدكم، غير نوضوا لنا الديوا والصحافه وهاد لافير تولي قضيه راي عام، وهاديك الساعه غيتحل واحد البروسي كبير واخا تعيو ما تقتلو في الشهود، غادي دوزو بزاف ديال الاعوام ديال الحبس، تقدروا كاع عمركم ما تخرجوا منه، اش باليكم في 6 شهور ويتسدى الدوسي قبل ما يعطي الريحه. شاف فيا لويجي وقال لي وجهك شويه طايح، خاصنا النعاس والسبور. سلم على داك لو جوج وشكرو على النصائح ديالو. ومن بعد 3 ايام كنا واقفين قدام الباب ديال حبس شيكاغو باش ندوزو 6 شهور ديالنا. حطونا في واحد الجناح عاطي على لا ديريكسيون، فيه واحد لاكور فيها منظر زوين، جاردان فيه الورد،
لا سيلول ديالنا كانت واحد لاشوم كبيره بحال شي قاعه ديال الاجتماعات. كنت فيها انا ولويجي وفرانكي ويوري، درنا واحد الطويبله صغيره وكل واحد كانت عنده ناموسيه ديالو بريفي، وحده بيرو صغير وتلفازه. الشومبره اللي كانت اون فاس كان فيها بيريستروكا وليكيب ديالو، وبجنبنا على اليسار لا سيلول ديال لي كولومبيا. المدير ديال الحبس كان عارف عندنا ماكله سبيسيال، شد واحد لا سيلول ورجع كوزينه باش جيجي يعرف يدير الخدمه ديالو. من الاول بدينا واحد البرنامج في الحبس، نهار كلشي تيبقى مع لي زيكيب ديالو، وفي العشاء كلشي تيتجمع في الطابله ديال الويجي، ومن بعد لي سواري ديال البوكير حتى 4 ديال الصباح. كانت تحت العاقه صحيحه في ديك لي بارتي ديال البوكير، وتيكون حاضر فيها ديما كونطابل تيقيد كل ليله شكون اللي يربح شكون اللي يخسر، باش ملي يخرج من هذيك 6 شهور ديال الحبس كل واحد يخلص اللي عليه. ملي دخلنا لهذاك الحبس يوري كوان تيدوز النهار ديالو كامل في التليفونات مع لي كونتاكت ديالو، ما تيخرجش معنا لاكور. اللحظه الوحيده اللي تيكون فيها كنا مجموعين هو العشاء ديال الويج، سي ساكري واخا ما يكونش فيك الجوع خاص تكون حاضر. كل ليله الموضوع ديالنا كان هذاك الباطو سانتا كلارا، الرونديفو ديالنا ما كان عارفو حتى شي واحد، وتا التليفونات ما كانوش مهزوزين، كلشي باغي يعرف شكون اللي عطانا مع لا دي او. ومن بعد سيمانه ديال السيجور ديالنا في هذاك الحبس جا عندنا يوري كوين وقالنا عندي لكم المفيد، لقيت سميه ولا دريسه ديال صاحب دعوتكم اللي عطاكم على الديوار.